جديد لا عندي الفيلم هو في السينما الحال دابا وصلنا ل 200 الف يعني هذه في 6 سيمانات هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وعندي الفيلم ديال لو بورجو يلا كملته هذا لو بورجو واحد ستيل اخر وعندي فيلم دوتور سميتو تشيرمان هذا الرئيس هذا فيلم صور ما بين ايطاليا وصربيا والمغرب تفتات في تورنتو خدت واحد الجائزه محترمه مع شويه النصارى يعني ما بناش مغاربه مهم خدنا حيت دوك الناس ديك الشوري ما كيعرفوش راه عزاد ساكن مزبيطه في شارع الجر تيشوفوا داك لاكتور اللي كاين الفوق في لاسين دونك كانت بريمير بري فيكتوريا في مهرجان محترم وكنقول هضر من دار خصني ارتاح برك مع الدار من دار نتفرج شويه نتفرج في راسي ونتفرج في صحابي وبين ما حيد رمضان ان شاء الله باذن الله الاعمال اللي غادي يكون ان شاء الله غادي يكون همي ولاد عمي ورا الفطور مع الفطور ان شاء الله باذن الله في الار تي ام وعندي حديدا في الدوزيام وعندي واحد المسلسل سميتو الماضي لا يموت مع واحد مجموعه ستاف رائعين ديال الممثلين يعني كاع دوك اللوز ديال الممثلين الحمد لله تجمعوا لنا في واحد الكاستينغ هادشي اللي كاين نقدرش ندير ما لقيت صافي ساليتي مني انا زعما كتجي حملتيني انا عارف روبرت دينورو عمرو ما دار الاخراج ومعمر كيف كاين المرد الاخراج هادي الامام عمرو ما دار الاخراج هادي 80 عام انا باغي ندير التمثيل يمكن ندير الاخراج مع صحابي يمكن في التمثيل كنقدر نعطي نويطات لصحابي نقول انا ما قراتش تاخذ اون سلو موشن هادي وناخذ هادي نقدر ولكن باش نوقف انا باقي ما نقدرش على داك الشيء لان صعيب شويه مع ان الاخراج حتى هو راه سان ستيل وواحد الثقافه اخرى انا مسرح انا توحشت المسرح كنفكر ان يكون عندي عمل ويكون عمل شويه كبير ما بغيتش ندير مسرحيه ديال كرتونه ونجيب الجمهور ونقول له حقا تندير المسرح الفقير بغيت عمل يكون كبير ممثلين مزيانين تكون واحد الجو عندي السرسان بغيت بصح مسرح يعني مسرح بالقيمه اللي كنشوف فيه دابا عندي انا واحد الجائزه انا ديال نجيب ريحاني هما معطياني غتكون في لويت ان شاء الله في مصر العام اللي فات سلتت راه شي لعيبه وهذا العام ان شاء الله هي كاينه بسميتي وتنتمنى من الله اننا نحضر تماك وكاين عمل ديال الادينو اللي ماشي عمل ديال الادينو عمل اخر ديال قنبله موقوته هذا غيتصور في مصر ولكن بطولتي انا مع مصريين يعني